ما نبغى مسليه خلاص بنقص لك قصة شو اسمه قصة كريستيانو مدري ايش قصتك قصة مين اللي تبغاه يا ولد ايش علمك يا ولد اشكو غمست لحلاك بس انه يحسب انها قصتي وانت وش ذا القصة عليك انت حتى انت اخلاقك ماشي ليه يا ولد يا ليتني ما وديت نفسي حتى انا ودي اني ما رحت يا ولد شف ايش ذا ما شاء الله تبارك الله طبعا عادة كل عيد اضحى مع الشباب اللي هنا اخوياي اللي في الجنوب عندنا واحد من الربع اسمه تركيا البخضاع طيب هذا الرجل اقسم بالله لو يشارك في مسابقة كيف القصة يا الربع نرجع لموضوعنا اقول لكم عندنا واحد من اخوانا بسم الله عليه بالطبخ فطالعين الحين طلعه كذا باذن الله انا تبسطكم ويمكن اسوي مو يمكن قاعد اسوي لكم فلوك طيب خلص الاول يا ابو مرعي والله جاكم يا الربع قدمت معروض كانها الرياض عشان اخذ موتر الوالد الله يطول في عمره محاضره والله محاضره انا ابوي الربع يحافظ على موتره كانه كل لين تعرف جيب الروز السياره في عين ابوي جيب روز لو اراد ولو كانت في استطاعه ولو كانت في فرصه لسجل السياره في كرت العين هذا هو تركي بغضاء اللي نتكلم عليه افضل شيف افضل شيف في العالم اقسم بالله انك يعني ونعم صحيح انا ارعب حيا الله الشيخ كانت بخير كان صحة طيب الومك اخبارك فين انت غاطس يا ولد يوم جيت الجنوب ما قابلناك كنت اللي ما تكلم ولا ترسل ولا ما ادري ايش جاك طب انا اروح عند الباب واقول ويش حالك كم يا ترك والله انا تكبر مني قادر نور يا رجال انت مبارك يا ولد الرجال ضيف ابو وعلي ركبه في النص ترى ابوي قال لي انتبه لا تركب عدب الموتر ليه تضحك؟ وذا الحين والله لك يا صناعة رقت بي وراء ايش كان الثلاثة؟ سلم على الوالد مسك الله بالخير يا ابو علي مرحبا كيف انت؟ مبشر كل شيء على محله والله ما لمسنا شيء بس فين القلم حقي؟ مبدي فين القلم؟ ما معك شيء ربوي يحفظ اغراضي يحفظ اماكنها ما ادري انا افتاك ما ابغى قلم هنا لو تفتش ايوه شوف ما اللي فتح الدرج ما اللي فتح الدرج والله انه فين تهب الاكواب الحين لين توصل منك بعدين شلشلها يا الربع لين نوصل والله شلشلها ايوه انكب والله لو انكب على الموتر اني لا طيب والله لو انكب على الموتر بكبه يا مسلم بكبه في عظمي امنوني يا الربع والله منك بعدين شلشلها يا اخواني لين نوصل كلها عشان ابو علي طبعا ترتيبات سلطه ولا بدون سلطه ايش سلطه تبغى سلطه انا لا تسالني والله قاعد اصور فلوق ماني فاضي تبغى سلطه انت ما فهمت انت تقول تقصقص اوه تبغى سلطه انا مشغول والله قاعد اصور فلوق يا اخواني والله قدحن فك الكوره ايش تبغى تبجي اسمع ها؟ صبر كيف صبر؟ حتى يالي ليه؟ ولد نحن يقول تكشوت قال ايه قال بتجيب معك صابون قال ايه قال يا رب جاب مع السلامة ها؟ ايش تبغوا؟ امريكا انا الامات حد قالك انك تطقه شل اسحب لي دفني والله عندي فلوق قاعد اصوره دف يعني ما جبت لحمه ودف لا تعلمهم ما جبت لحمه من الفلوق يا اخي انت ورعي يا اخي تكفى يا ابو علي الخلطه بسم الله عليك الخلطه شد انك سقط الله يبارك تصميم صمموا عليها الربع اسمع الخلطه ايش يا اخي الزبادي مع شو اسمه السمطره ايوه يلا لا مشغول انا عندي فلوق بالله يرضى عضح راح اجيب الخلطه جيب الخلطه انا مشغول عندي فلوق بالله يرحم
ما تسوي شيء. روح يا ولد، هو قاعد يجيب الخبز. الخبز البيبسي المتين. يقول لا جيبون بيبسي. ايش اجيب؟ لا بيبسي بس المتين مو بالطويل. المتين في دايت يسميه المتين. فين المتين طيب؟ فين الربع؟ والله انها افضل خلطه هدره اصلا. ايش قومك تقنقني يا اخوي؟ البيبسي هذا ما في طويل ثاني. يا ربع افضل خلطه في العالم. زبادي زبادي مع سمطره. والله الذي لا اله. ها حصلت المتين؟ ما في متين الا بالطويل. والله الذي لا اله الا هو ناشي ولا بالخير. ها يا ولد طولت. شهد انك شيف صدقه. يمشي الربع ويقضي على إيه. ترى ابوي ما يحب المعجون، يقول لي سبب مدري ايش يسبب. طولنا يا الربع، حتى الفلوق حقي راح نصه في البقاله. ما في سمطره. ها؟ ما في سمطره. ما في سمطره. فين شليتها قبل شوي؟ ما في الا حصلت. شوفها يا الفاضل، شوف. فين؟ ها هذا وانا قاعد اصور فلوق. شوف جيني. اوه انت بتسوي عمليه عيني. لا ابغى ادور تويا. شوفها. تويا. ايش اسمها؟ تويا. ما عليه خذ لي جيب لنا ثنتين منها. خلاص في واحدة انا خلاص. كبيرة واحدة كبيرة. شيفها شيفها ويا متسعد. خلصنا ذا الحين يا الربع وشلينا الاغراض البقالة وكذا، وجانا العسكري. سلام عليكم، كيف حالك يا ايش؟ ايش نسيت؟ خلنا نشوف في رز ولا لا. نطح في البصل الزك، نطح في البصل. انا اقول خلي البصل، خلي البصل. عزوز باقي على الطريق. ايش ياك؟ يا الله لك الحمد مع هذا الشاهي والزب. يا رجال تكفون يا رجال. هذا ابو علي. اوه يا الشعر ايش كم متكهرب. مساكم الله بالخير والرضا والنعيم. وش حالكم؟ طبعا زي ما قلت لكم قاعد منتج الفلوق، والله يتعبني صراحة، لكن يهون التعب الصدق بعد ما نشوف ردة فعلكم تجاه الفلوقات اللي الحين قاعدين نسويها. الله الله. طبعا هذا طلعتنا امس لكنه بطريقة اخرى. طبعا انتم اللي تشوفونه في سناب امس طلع عادية، لكن زبدة الزبدة في هذا الفلوق مليان ضحك الصدق. انا ما هي الربع علمنا سلامتكم. والله امس بعد ما عودنا من الطلعة كان فينا حيل، دريت اني لا اخذت الموتر ما عدني باخذها ثاني مره موتر بوي. قلت ما دام كذا يبغى لها بادل. شفتوني امس في بادل، دق علي صاحب الملعب شاف الكاميرات قال انت مكانك، مع كامل احترامي وتقديري لمكاني، انت مكانك مو بينا، انت مكانك تلعب بطوله. اي والله فاجرمت والله امس في بادل، فلعل هذا اليوم بدت يعني عوايدها يعني. حرام ان عظامي مفلخه لكن ما معنا شيء. ها شوفوني قاعد اسوي لكم فلوق في هذا المكان. ها ضبطكم. لا ما في فلوق، ضبطكم مكان هنا. ها ما في شيء يمنع. جبت لحمه. ها جبت لحمه. ها على خشمي والله يا متعب، على خشمي. بس لو اعلمكم المكان الحين ما بتشوف فلوق، فلازم نستخدم الخبث شوي كذا يحمسكم عشان تروح تشوف فلوق وتشوف المكان فين هو، لاني شرحت الفلوق المكان. اي والله فاصبر اصبر يا اخي، اصبر يا اخي، يا اخي اصبر يا اخي. ايش فيك انت؟ شوفوا اسمعوا انا يا طوال، شوف اسمع دقيقه ببرر لك. انا ببرر لك الفلوق الاول مدته طويله يا رجال، طويله. بعدين دقيقه، انت ليش اسمك تركيه؟ اه يا الربع لا اله الا الله. ما اجمل انك تمنتج في وسط المطر ومعك الموضوعنا ما ازين انك تمنتج الفلوق اللي انت بتوريه حبايب قلبك ومتابعينك وسط المطر ومعك زي ما قلنا بلاك كوفي. اشوفك اللي في الرياض فيك بكوة تبغى تبكي. ابك 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 ابك، وانا ادري في قناعة نفسي بانك تبغى انك تكون. واه سخن
كلهم قولوا مين عارف الفلوق نزل ولايك وسبسكرايب وشير وفير كلهم اي مقطع يا اخي كل انا اقول لك يا اخي انا عمك حطوا لايك وشير وسبسكرايب طيب وبعدين هنا بعدين هنا طيب ديم انت تخترعين من الكلاب تخافين منها لا لا رحت البيت يعني ما تخافين من الكلاب ايوه يعني انت قويه ما تخافين لا لا كلاب انت... حلوين حلو يعني انت تخاف ما تخافين من الكلاب ما تخافين مره لا بس روحي ايش هذا كلب 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 انت ما تخافين من الكلاب كذاب انت ما تخافين من الكلاب والله ما جاء كلاب كذاب طيب انت ما تخافين من الكلاب تقول انا قويه ما اخاف من الكلاب لا لا خلاص اجلسي تعالي 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 والله اوريك والله اصورك خلاص اسف والله اشوفك اسف والله اشوفك اذا ضربت التليفون اسف ترى ما لعبت فورتنايت والله اسف خلاص اجلسي ترى طيب بعدين طيب الحين يا ديم انت مره ما تخافين من الكلاب ترى والله اخذ الجده من هناك ما كلب والله كل الكلاب ايش انت تقول احنا هناك لا والله وديك تلتل وعشان روحنا بروح هناك بعيد بعدين رحنا البيت بعدين والله كل الكلاب بعدين والله اضربك بعدين والله وديك الكلب الثاني بعدين السلام عليكم السلام ورحمة الله عشان ما في بعدين رحنا هناك بعيد بعدين رحنا ما هناك بعدين هو بريك دقيقة بطفي سياب افتح ايش هو من افتح الباب لا ما افتح شد الباب شده افتح ها الباب يا اخوي قول ما تبصر يا ليل الليل انت ما تسحب لا ما تسحب افتح يا اخوي افتح حول ولا قوه فين كنت فين كنت ما نادي ها فين كنت كنت اضرب الله ماك ما تدري ان نطلب الله سوء الله يتقبل منكم صالح الاعمال ان على كل شيء قدير اوصيك في الصلاه ابشر الصلاه ابشر 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 مرحبا